انت بتدخن ولا؟ والله ما بدخن. تسكر؟ والله بعمري ما دقت السكر. تلحق بنات؟ يا ريت الحق بنات. بتروح على الكباري؟ والله بعمري ما دست الكباري. عندك اولاد؟ لا والله مو متجوز انا لسه. زنقيل معك مصاري كثير؟ منين حصرتي؟ ما معي غير ليرتين، تفضل خذهم اذا بدك. عايش مرفه يعني؟ منين مرفه حصرتي؟ طفران فقير عايف سمي، يوم باكل خبزه وزيتون وعشرة ايام بلا اكل. الله وكيلك مقطوع من شجره يتيم انا. مقطوع من شجره؟ وما بتسكر؟ لا. وما بتدخن؟ لا. وما معك مصاري؟ لا. ولا لك عايش مرفه؟ لا. وما عندك اولاد؟ لا. تضرب انت والعيشه، ليش عيشتك انت؟ ما بعرف. رموت احسن لك. وليش؟ هلا ارتحت. اخ والله يا الوصفه يا دكتور ما في منها. شو صار سياح؟ خلص العدو الوهمي اللي حكيتني عنه خلصت منه، ليكو قدامك ملقى. والله على عيني يا دكتور. يا عيني خلصت من العقده. لا خلاص مرتاح. ارتحت تمام. اعطيني المسدس. اقبرني اللي خلقك خود. كتر خيرك والله، لا تاخذني مشان الله. انا رجعت مشان اخذ المسبحه دخيلك، لا تاخذني. هي هي كثير ممنونك دكتور. انحلت عقدتك. انحلت عقدتك. مرتاح؟ كثير مرتاح. بكره تعال عندي نتحدث. ممنون كثير. مع السلامه يا ابو صخر. شو هيدا دكتور حسني؟ كيف رح نعمل؟ شو بدك تعملي؟ ما صار شيء. هذا المسدس محشو بالخرطوش الفاضي. الحمد لله ريحت. لك انا بس بيهمني كان شعوره مسكين هذا ابو صخر بانه قتل انسان. اي نعم. الو بسرعه. الو الو اسعاف. اسعاف قسم الاسعاف. ايه سيد اسعاف مرحبا. بعثوا لنا سياره اسعاف بسرعه ودكتور لعياده الدكتور حسني. صار جريمه قتل. اي نعم المقتول عم يحاكيكم. انا اللي متت. نعم نعم المقتول. ضربتك لعرفتي مش ها. لك شو عم تعمل؟ شو عملت؟ شبك؟ انا قتلت دكتور. ما قتلت. اجا واحد قتلني هلا سلق قدامه. هذا كنا عم نداوي لك يا ابني. لك شلون تقتلوني؟ شلون بموت اما اكتب وصيتي؟ لك جيب لي ورقه وقلم تكتب. شو اكتب لك؟ وصيه. لك انت ما متت ولا صار لك شيء. هذا الخرطوش فاضي. اوصني لك خرطوش ارهاب، هاد فاضي ما في شيء. هذا نحن وصفنا له هالوصفه. بحكي لك الا شو بدي عندك وقت ما رح تفهم علي. ايه طمني، كان المدير عندك بلغك؟ اي نعم. شو انا كان عندي قبل ما يفوت لعندك وقت حكيتي بالتليفون وبلغني ترفيعي للدرجه الرابعه، وانت السابعة. سابعة؟ ليش ماني درجة انت؟ انا بالسابعة كمان. قال المرة الجاية برفعني. لاني درجة؟ عالبيت. يا اخي شو ها؟ ليش عالبيت؟ قال انا كسلان وعم بشتغل. صح. لك صح؟ صح نعم انت كسلان. وين الوراء اللي قدامك؟ وين المعاملات؟ انا شفتي ببقى طالع من اوضتي وحامل بايدي وراء المعاملات. تفضل يا سيدي. تفضل. بيجيني كل يوم 20 معاملة. ايه؟ بساويهم كلياتهم بساعة ثمان. ايه؟ وبقعد ما بخلي معاملة تبات لتاني يوم. لك انت حمار. انا؟ نعم، حمار، حمار شغل يعني. الناس ما تعودوا انهم يشتغلوا بهالشكل هذا، والحمير لا يمكن يرفعوهم. لك دخلت الوظيفه انا وياك صح ولا لا؟ انا صرت بالدرجه الرابعه وانت بالسابعه. ليش؟ لاني انا شغيل. هلا لك حسني انت الشغيل وانا الكسلان. قدام الناس هيك اني انا الشغيل، لكن الواقع انت اللي عم تشتغل مزبوط بس ما عم تعرف تتصرف. كيف يعني؟ أنا إذا بيجيني باليوم 20 معاملة باخذ بقعد بنقنق من هالعشرين بأربع معاملات وبقيم الستاعشر بحطهم بالدرج لتاني يوم. طيب وتاني يوم؟ تاني يوم كمان إذا أجاني 20 كمان بساوي أربعة وبحط الستاعشر فوق الستاعشر اللي قبل بيوم. بظرف جمعة بتلاقي تلت طاولتي معاملات وراء
وبينت اني انا مشغول وما عم بقدر لحق الشغل. تخيل يا اخي 4 معاملات باليوم بياخذوا 1/4 ساعة، بقية الدوام شو بتعمل؟ بعلق جاكيتي بالأوضة أنا وبطلع لبرا بحسبوني عم لاحق معاملات الناس. وين بتروح؟ بروح بقضي أشغالي، بطلع برات الدائرة، شو عندي شغل، شو عندي سينما، شو عندي قهوة، لكن أنا مجبور أقعد 6 ساعات أثناء الدوام ورا بعضهم بموت بطق أنا. اسمع مني واعمل مثل حكايتي. هلا انت حمار شغل، حمار شغل. اذا امنا الحمار اللي هو انت شو بيسوى؟ بيسوى الشغل. ها كردس الشغل فوق بعضه بترتفع انت. يا اخي ما بيجوز، حرام، مو معقول، ومعاملات الناس. اسمع مني عم بنصحك، وانت حر بقى. يعطيك العافيه. برافو، شفت النشاط؟ لكن ما قلت لي كم معاملة بتورد عليكم كل يوم؟ تقريباً 20 معاملة. وكم معاملة بتلحق منهم في اليوم؟ عم لحق منهم والله يا سيدي الكريم تقريباً 4 معاملات كل يوم، بألف جهد جهيد، وحتى أخواتي وأمي عم يعاونوني بالبيت فيهم. 4 معاملات هيك كتير 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 منيح. على كل حال أنا شايف يا ابني إنك عمال تتعب بهالحالة ومظلوم. طبعاً سيدي. لازم بقى نشوف لك 4-5 موظفين يساعدوك حتى تقدروا تنجزوا كل المعاملات اللي عم تورد لعندكم. بس سيدي 5 موظفين بس مشان 20 معاملة. 20 يا ابني شو بدي اعمل؟ ما بقدر وظف اكثر من هيك ابدا، لانه الميزانيه ما بتستحمل اكثر من 5 وظائف جدد. وسيدي بعدين وين بدنا نحطهم؟ هاي لازم نفرغ لهم غرفه، وطبعا لازم تكون انت المشرف عليهم، توزع المعاملات حتى تقدر تنجزوها بالسرعه المطلوبه. طبعا سيدي نحن ان شاء الله بدنا نكون عند حسن ظنكم. والله الحقيقه غوار افندي انت في الماضي ما كنت عند حسن ظني، لكن من شهر لهلا ما اجتني عليك ولا شكاية ابدا. بس سيدي في قضية الدرجة، شلون انا بدي اكون مدير على 5 موظفين؟ 5 موظفين ولساتني بالدرجة السابعة. حتما على كل حال انا حاطلب ترفيعك لدرجة 5 وتعيينك رئيس ديوان، بس المهم انك تستمر على نشاطك والتفاني في عملك. شكرا سيدي، رح اتفانى دائما. شكرا سيدي. انا ما بدي اعطلك، الله يعطيك العافيه. الله يعافيكم سيدي. مرحبا بك. اهلين ابو صخر. شلونك يا رايق؟ اهلين بالشباب. حي الطيبين مثلك. هات لنشوف شو في. خذ يا بي. معاملة؟ في معي معاملة بدي مشان تغير لي الحاشية تبعها. تكرم عينك. ايوه وينك؟ خليك رايق. نحن مع الطيبين. ايوه شفت شلون؟ انه الطريق دغري هيك. اي مفهومة. وهيك اقرب من هيك. اللي بيقول لك هيك كون حمار. طريق الدغري هيك. ايوه وقع لشوف. وقع منيح. موافق. ايوه. اهلين تكرم عينك. اهلين عليك. اهلين وسهلين. ارفار يا بي. مع السلامة. بس ما قلت لي هاي المعاملة مشان ايش؟ اي بدك تعرف مشان ايش؟ ايه بلا ما تعرف. شو رايك؟ روح ليه؟ ليه؟ عم تمزح ولا عم تحكي جد؟ اهلين بصخر. اهلين وسهلين بالراي. تفضل. صباح الخير صديقي العزيز. اهلا وسهلا حسني بيك. اهلا وسهلا يا اخي، تاخرت علي اليوم. لك بالعاده تطلطل علي، نعدنا ساعه زمان ندردش نحكي. والله هلا وصلت على الدوام انا، مضيت الدفتر وجيت لعندك مباشره. لسه ما فت. تفضل تريح. ايه سيدي شو بتأمر تشرب؟ قهوة، شاي، زهورات، كولا، بابونة، جوز الطيب، شوكولا مو، بوزة بقشطة، بوزة فستق، بوزة مشكلة.
ما راح اشرب ولا اكل شيء، انا جاي اخذك وامشي. لوين؟ على السينما، في حفلة إضافية اليوم قبل الظهر لفيلم حدوة الحصان. يلا سيدي بالمعية. اوف اليوم هلقت صرت مخلص ثلاث معاملات. ايه لا عم ثلاث معاملات. شلون شايف؟ يلا شلون شايف حالك بالطريقة الجديدة هلا؟ يا حبيبي عليك، صحيح اني انا كنت حمار بالاول. وقف بس لعلي جاكيتي مشان نفتش. شفت شلون؟ هذا الجاكيت الريزرف. يلا. ايه سيدي. إذا بتريد يا سيد جاكير، إذا أجا المفتش أو المدير سأل عني، قل له غوار بالدائرة عم يلاحق معاملات المراجعين، وأنا جاكيته. أنت جاكيتي. سلم عليه اللي عم يخدمني ويخدمك دائما. باي باي.